عزز توافد الطلبة العرب والأجانب إلى مدينة كوتاهيا التركية ميزانية البلدية، ما أدى إلى ازدهار اقتصادها وتطور قطاعها الخدماتي بعد أن كانت قرية فقيرة. شهدت كوتاهيا واحدة من أعنف معارك الاستقلال قبل 100 عام، لكنه ومنذ تأسيس الجمهورية التركية لم تحظى بأي مكانة بين المدن الكبرى، فرغم مساحة الولاية التي تقع على 12 ألف كيلو متر مربع بعدد سكان لا يتجاوز 600 ألف نسمة، إلا أنها تعد من أفقر الولايات التركية. يغلب على كوتاهيا الطابع الريفي وقلة الفئة المتعلمة وارتفاع متوسط الأعمار بين السكان، لكن هذا المشهد تغير خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة توافد الطلبة العرب والأجانب إليها، ما أدى إلى انتشار المشاريع التنموية وازدهار الاقتصاد وإعادة الحيوية الشبابية إليها. نظام الخدماتي أكثر بكثير من السابق، يعني أصبح المطاعم بزيادة قام زيادة عددها، المقاهي، المتنزهات، الحياة الليلية أصبحت موجودة، البارات، كل شيء، حتى المحلات التي تبيع الملابس زاد عددها أكثر وأكثر، ولهذا زاد أصبح عندنا إمكانية وفتح سوق عمل جديد للناس أهل كوتاهيا وبدأوا يستفيدوا منهم. ورغم أن سكان كوتاهيا رفضوا في بادئ الأمر وجود الطلبة الأجانب بسبب ثقافتهم المحافظة والمتدينة، إلا أنهم باتوا يرحبون على نحو واسع بالطلبة الذين دفعوا السكان إلى العمل بنشاط في القطاع العقاري وبناء شقق مخصصة للطلبة. تحولت كوتاهيا من قرية معظم سكانها من كبار السن إلى مدينة صغيرة مفعمة بالشباب والحيوية، فالطلاب العرب والأجانب هنا مصنع بلا دخان ورافع اقتصادية للمدينة وأهلها. يعيش في كوتاهيا 12 ألف طالب جاءوا من 61 دولة، منهم 300 طالب أردني، ما رفع الميزانية المخصصة للبلدية من 3 ملايين دولار عام 2010 إلى 18 مليون دولار لهذا العام. بسبب عدم وجود الأجانب، بسبب عدد الفئات العمرية، الفئات العمرية اللي موجودة بكوتاهيا ما كان أكو ميزانية خاصة لبناية المحافظة أو لتطوير المحافظة بصورة طبيعية، لهذا السبب قرر رئيس بلدية كوتاهيا أخذ نفوذ أكبر للطلاب اللي موجودين هنا. ولعل أبرز المبادرات التي غيرت واقع الحال في كوتاهيا مبادرة تعرف بالتعليم السياحي التي أطلقها حزب العدالة والتنمية، وسعت إلى خلق بيئة مناسبة للطلاب العرب والأجانب من أجل جذبهم إلى المدن الصغيرة، الأمر الذي انعكس إيجاباً ليس على الاقتصاد فحسب بل على الأهالي الذين أمسوا أكثر انفتاحاً على الثقافات الأخرى. من ولاية كوتاهيا غرب تركيا، دانيا قبلاوي، رؤيا.